كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الفائز بثاني دور رجالي بهذه الدورة عن أدائه لدور يبدو سهلا لكنه معقد جدا، جائزة ثاني دور رجالي لرشيد مصطفى لفيلم طفح الكين للمخرج محسن البصري. كل حد غيفرح بالجائزة، دونك الشرف ليا انني ناخذ الجائزة، وكنشكر كلشي الجهات المهنية بهذا المهرجان، وانا فرحان بزاف وشكرا لكم بزاف تانتوما. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.